صور مبهجة لأطفال بتشارك كمتطوعين في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللي بيجوب محافظات الجمهورية كلها. تم تنظيم كرنفال للأطفال في قرى حياة كريمة في محافظة كفر الشيخ، ده طبعا لتعريف الأطفال بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ودوره. هي مش بس كده، أيضا أهمية التكافل بين أطياف الشعب. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الكاتبة سماح أبو بكر عزت، سفير شؤون الطفل بمبادرة حياة كريمة. أهلا بحضرتكم، نورانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور جوانا، صباح النور مصطفى، وأهلا بيكم، وسعيدة إن أنا معاكم النهاردة. أهلا أهلا وسهلا. كلمينا عن كرنفال الطفل في قرى حياة كريمة في مركز الحمول، إيه أهميته وبتعملوا إيه تحديدا يا أستاذ سماح؟ والله هو شوف حضرتك، انا يعني معنيه بكل ما يخص الاطفال في مؤسسه حياه كريمه وتحديدا مبادره انت الحياه. يعني الحقيقه رحت كرة كتير جدا وقابلت الاطفال واتكلمت معاهم، لكن كانت تجربه جميله جدا انه اطلع بقى في قوافل ستر وعافيه مع التحالف الوطني. الحقيقه كان مهرجان في منتهى الجمال، يعني أكثر من 19 كيان من مجتمعات العمل الخيري موجودة، كلهم هدفهم واحد إن هم يقدموا هدايا للأطفال، يعملوا لهم يوم ترفيهي جميل، يحسسوهم كلهم إن هم فاكرينهم، إن هم يعني بيقدموا لهم البهجة، بيقدموا لهم المعلومة، الهدايا في صورة يعني فعاليات. ممكن الفعاليات دي هتديهم احساس اكتر بالانتماء للوطن. انا الحقيقه رحت وكان هدفي انه اعرف الاطفال يعني ايه تحالف وطني، يعني بيسمعوا الكلمه دي كتير، بتعدي عليهم في نشرات الاخبار، في التلفزيون، في حاجات كتير حواليهم، يمكن ما يعرفوش معنى واهميه الكلمه دي وقد ايه هي ممكن تغير حياتنا. فانا قعدت مع الاطفال، كان في يوم الحقيقه جميل جدا، وفي عرايس وفي العاب وفي مسابقات، ان الاطفال تنتبه وتسمع كلام زي الكلام اللي انا قلته ليهم. ده بالنسبه لي كان مفاجاه، ان اسالهم تعرفوا يعني ايه تحالف وطني؟ تعرفوا لما سياده الرئيس اعلن في منتدى شباب العالم 2021 ان عام 22 هيبقى عام المجتمع المدني، كان بيقصد ايه بالكلام ده؟ أنا هسألكم سؤال، لما كل واحد يكون بيعمل عمل خير لوحده أفضل، ولا لما نقعد على في مكان واحد كلنا على ترابيزة واحدة وكلنا نشتغل مع بعض وكلنا نحط إيدينا في إيدين بعض؟ أي حاجة فيهم هتدي نتيجة أسرع وأكبر؟ قالوا لا، لما نقعد مع بعض. بالظبط، هو ده التحالف الوطني، لجمعيات كتير جدا كانت بتشتغل بتعمل خير للبلد، بس كل جمعية بتشتغل لوحدها. التحالف الوطني ده خلاهم كلهم يبقوا تحت مظلة حاجة واحدة اسمها التحالف الوطني، ومعاهم مؤسسة حياة كريمة. طبعا كل ده هايل يا أستاذة سماح، بس هي الفكرة هنا، هل الأطفال مستوعبين كل هذه المصطلحات؟ يعني مستوعبين، لان انا بدات اعمل حوار معاهم ببساطه، قلت لهم انتوا لو حد من زمايلكم مثلا محتاج مساعده، حد كل واحد يساعده لوحده، ولا كلكم تقعدوا مع بعض وتتفقوا كلكم هتساعدوه ازاي؟ كلكم هتكملوا بعض ازاي عشان تساعدوه؟ كلكم هتتفقوا نعمل ايه عشان نساعده؟ كل واحد هيقدم حتى لو حاجه صغيره، بس الحاجات الصغيره دي لما تتجمع هتعمل ايه؟ قالوا حاجه كبيره. قلت لهم ده فكره التحالف الوطني اللي ممكن يبقى يخلينا احنا نعرف ازاي نتعامل مع بعض، يخلينا نعرف ازاي نحط ايدينا في ايدين بعض. يا استاذه جمانه، يمكن احنا مفتقدين الروح الكريم. كل واحد يعني عايز يشتغل لوحده، لكن ده هيأسس الاطفال ان احنا طبعا ممكن نشتغل كلنا مع بعض. طبعا. وازاي كلنا في الاخر، عملت معاهم شعار لطيف، قلت كلنا بنكمل قالوا بعض، كلنا قلبنا على بعض. هايل. فالاطفال كلها كانت متجاوبه وبترد وسعيده وفرحانه، والطفل لما حس بيديك مسؤوليه بيبقى عنده طاقه انه يعمل حاجات كتير جدا. ده حقيقي، بيبقى ايجابي لما يحس انك واثقه فيه. طبعا. طب والموضوع اقتصر على يعني توعيتهم بمفهوم التحالف الوطني ودوره وكده، ولا كان يعني كان لحضرتك مداخلات تانية او اهداف تانية للزياره؟ والله كان في مداخلات واهداف، ان انا مثلا لقيت طفل جميل جدا لابس الفيست او اللي مكتوب عليه التحالف الوطني وبيجري يوزع حاجات على الاطفال وفرحان، ورغم ان الجو كان يعني حراره شديده ولكن هو مبتسم على طول، فلفت نظري الطفل ده، فعملت معاه حوار قدام الاطفال، قلت له انت اسمك ايه؟ قال اسمي احمد. فان طفل يبقى متطوع
في التحالف الوطني مش بيلعب معاهم قد ما هو بيوزع عليهم الهدايا. حاسس انه مسؤول، يعني حاسس انه ايجابي. حاسس انه مسؤول، فده كان نموذج قدامهم انه ممكن احنا كمان نبقى متطوعين، ليه لا؟ وحتى قلت له انت لما بتقدم الهدايا للاطفال اكيد بيشرحوا يمكن اكتر مما حد كبير يقدمها لهم، لانه حاسس ان انت منهم، انت زيهم. وازاي ممكن نغرس في الطفل يبقى عنده ثقافه التطوع من هو صغير؟ صحيح. يعني طب عايزه اسال حضرتك عن اصغر طفل. ما هو ده كان اصغر طفل، ده اصغر سن يعني كام سنه؟ في حدود 7-8 سنين كده. ما شاء الله. يعني كان حقيقه مفاجاه بالنسبه لي ان هو جاي وهو كله حماس وكله امل انه يسعد الاطفال. قال لي انا بشوف، قلت له لما بتفرح لوحدك احسن ولا بتبقى بتفرح الاطفال التانيين معاك؟ الفرحه لما تبقى لوحدنا احلى ولا بتبقى في وسط الناس الفرحانه؟ قال لا طبعا في وسط الناس الفرحانه. فهنا كمان ادى معنى انه السعاده لما بتبقى مشتركه بتدينا احنا معنى اكبر. صحيح. طب يعني بالنظر لكونك سفير شؤون الطفل في مبادره حياه كريمه، يعني مشاهداتك ايه من خلال تجولك في عدد كبير من قرى ومحافظات مصر؟ انطباعاتك ايه بشكل شخصي؟ يعني بشكل شخصي اقول لحضرتك انه انا ده كان حلم من احلامي، ان انا بكتب للاطفال وليا قصص وكتب كتير، لكن الكتابه بالنسبه لي طول عمرها بقول انها مدخل للحوار مع الاطفال. فكانت مفاجاه يعني حقيقه مدهشه ان انا اكتشفت ان الاطفال في الريف عندهم وعي كبير جدا وعندهم طموح، وان اي انجاز بيتعمل في اي قرى من القرى اللي دخلت فيها حياه كريمه ودلوقتي التحالف الوطني بيبقوا حاسين بيه وبيبقوا فخورين بيه، وبالعكس بيديهم نوع من الثقه في نفسهم والمسؤوليه ان هم لازم يحافظوا على كل انجاز تم على الارض. انا بتفاجئ يا استاذ مصطفى لما اسال اطفال ايه اللي حصل في القريه، يتدافعوا لي يقول لي عملت صرف صحي، دخلت لنا الغاز، بطلت السرع، عملت لنا مدارس، جابت لنا الشنط والكتب. يعني حضرتك تستغرب حتى انه في اصطلاحات مش يعني. طيب من وجهه نظر حضرتك تفتكري هم عرفوا يعني المصطلحات دي منين يا فندم؟ نعم، من وجهه نظر حضرتك تعتقدي هم عرفوا المصطلحات دي منين؟ عرفوا كل ما يحدث بالفعل في قرى حياه كريمه منين؟ من اسرهم ولا يمكن من الاعلام؟ من اسرهم ومن الاعلام، بس الاسره هي الـ يعني المؤسس الاول. بيشوفوا ده تاثير ايه عليهم في البيت، لما يشوفوا ان الغاز دخل وان حياتهم بقت اسهل، لما يشوفوا ان في صرف صحي اتعمل، لما يشوفوا ان في طرق اتعملت، في مدارس بقوا يعرفوا يروحوا المدرسه اسرع من الاول، ما كانش في طريق ممهد ليها. لما طفل يقول لي حياه كريمه عرفتنا ازاي نحب بعض. خلت حياتنا احسن. ايوه. وبعد كل المشاهدات دي مش عايزه تكتبيها في قصه وانت اصلا كاتبه يعني ليكي عدد من الروايات؟ طبعا طبعا. ده انا بالفعل بكتب قصص لمبادره ومؤسسه حياه كريمه، بتبقى قصه فيها معاني لطيفه من خلال قصه مشوقه للاطفال. يعني في قصه اصدرتها بالفعل المؤسسه اسمها حلم فارس مع حياه كريمه وطبعتها، وبنوزعها مجانا على الاطفال في كل القرى اللي بروحها. بطلها طفل من ذوي القدرات اسمه فارس، وانا قصدت ده عشان اقول للاطفال انه لا شيء يعوق الحلم، حتى لو احنا يعني على كرسي ولكن عندنا عقل يفكر وقلب يقدر يحب ويحلم. وازاي هذا الطفل قدر ان هو باصرار يخاطب المؤسسه ويطلب منهم ان هم يجوا القريه، وازاي قريه فارس بالفعل في اسوان هي اول قريه خضراء، ونعرف الاطفال يعني ايه قريه خضراء، وازاي احنا نحافظ على كل المنجزات، وايه الحاجات اللي ممكن تعملها حياه كريمه واحنا نساعدها عشان نخلي بلدنا احلى. كل ده. وفي قصه حاليا يعني على وشك انها تصدر برضو بتعرف الاطفال معنى التطوع ومعنى العطاء وقيمه الشهيد في حياتنا بمناسبه اكتوبر. فانا فعلا ده بيحمسني وبرجع محمله بسعاده غامره بتخليني عايزه يعني عايزه اقابل كل الاطفال واحكي لهم على اللي انا بشوفه في كل قريه زرتها، وفخوره باطفال بلدي وفخوره بكل انجاز على الارض في كل القرى، لان ده دول هم بكره. طبعا بكل تاكيد. بس احنا يعني برضو استاذه سماح محتاجين نستغل هذا الحماس ونستغل انه الاطفال كمان متحمسة لفكرة العمل المجتمعي وان هم يساعدوا بعض، ويعني فكرة ان هم يبقوا متطوعين دي حاجة مهمة جدا اعتقد ان احنا محتاجين نستغلها، ان كان عن طريق تعميم الفكرة في كل المدارس عامة
او حتى يمكن لو هنتكلم عن عمل كرتون او يعني يكون في عمل فني للاطفال يقدروا كلهم يشوفوه كده كمان الفكره تقدر توصل اكتر، في اي خطه او رؤيه لايا كان من النقطتين دول؟ والله انا اتمنى يا استاذ جمانه فعلا يبقى في عمل موجه للاطفال كرتون يتكلم عن الاطفال دول وعن المتطوعين وعن اللي بيحصل، انا ببقى سعيده جدا بده عشان ده كمان يوصل للاطفال في المدن حضرتك، لان هم ممكن يقدموا كتير قوي، وكمان معنى مهم يعني بحلم ان يوصلهم انه يعرفوا ان في اطفال تانيين في القرى ما عندهمش امكانيات ولكن سعداء ومنهم متفوقين ومقبلين على الحياه، ويمكن الميزه ان التكنولوجيا لسه ما قصفتهمش بقى يعني ببقى سعيده ان مش كل طفل في ايده موبايل شغله، لا هم قاعدين منتبهين بنتكلم وبنحكي وبنتناقش وبسمعهم وهم كلهم اذان صاغيه زي ما بنقول، ما فيش حاجه لسه شغلتهم زي الاطفال اللي في المدن، يمكن اكثرهم الشكوى يعني اللي كل الاهالي مجتمعين عليها انه الموبايل خلاص بقى اهم حاجه في حياتهم. هل في عمل هنشوفه في اكتوبر الجاي او في رمضان الجاي بـ 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 يعني بتجسدي فيه كل يعني امال وطموحات هؤلاء الاطفال؟ نتمنى والله وانا على استعداد، وفعلا ده يبقى شيء يعني حقيقه مهم جدا، وشيء كمان اثره على المدى البعيد هيبقى اكبر واكبر، وهيدي امل للاطفال في القرى ان هم مكتفين ومسموعين، والاطفال في المدن هتتحمس ان هي كمان تقدر طبعاً تعمل حاجات كتير جدا للبلد. احنا كمان متحمسين جدا الحقيقه ان احنا يعني نرى هذه الفكره معممه في كل مدارس مصر، وان احنا نشوف بالفعل اعمال موجهه للاطفال بتتكلم عن فكر الفكر التوعوي والعمل المجتمعي بشكل كبير. بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتبه سماح ابو بكر عزت سفير مبادره حياه كريمه، شكرا لحضرتك يا فندم.